هكلمكم عن علاقة الطقس وحالة الجو بالحالة النفسية للإنسان، وهل ليها تأثير ولا لا. في دراسات كتيرة اتعملت في الفترة اللي فاتت أثبتت وأكدت إن في علاقة بين تغيير الحالة المزاجية للإنسان وتعاقب الفصول وحالة الطقس والظروف الجوية. بيقولوا هم اللي بيقولوا إن بعض الناس أحياناً يحس بالحزن لدرجة الوصول لحالة شبيهة من الاكتئاب، وده طبعاً عند سقوط المطر والثلوج وهبوب الرياح الرعدية في فصل الشتاء. أنا منهم على فكرة، والكلام ده بيحصل أكتر في الدول الإسكندنافية زي السويد والنرويج، عشان ساعات النهار فيها بتكون قليلة جدا، وتقريبا الناس فيها ما بتشوفش الشمس بالشهور. وقالوا إن ده سبب من أسباب انتحار البعض في الدول دي على الرغم من عيشتهم المرفهة، وشايفين إن فصل الربيع من أحسن الفصول اللي بتكون الناس فيها مبسوطة، نفسيتهم كويسة. عشان كده لازم نحمد ربنا على نعمة مصر وجوها الجميل والشمس اللي بتنور أرضها معظم أيام السنة. حتى جو الشتاء عندنا جميل ورومانسي، بس طبعا أحيانا لما الأمطار بتزيد بصراحة بتحصل شوية مشاكل زي اللي حصل في الأيام اللي فاتت. منتظرة من كل مشاهدي برنامج هالة مصرية، ابعتوا قولولنا هل هو من محبي الصيف ولا الشتاء، وازاي بتكون حالته النفسية في الحر والبرد. أنا شخصيا لما بيحصل برق ورعد بترعب جدا وبسد وداني، لأن الصوت ده فعلا بيهزني من جواي. منتظرة اتصالاتكم واستفساراتكم على الفيسبوك، وكمان من خلال الأرقام اللي هتظهر معانا على الشاشة.